اجي تفهم اشنو فهمت. الحلقه الثالثه، الانتخابات الجماعيه والجهويه. اول حاجه غادي تجي لك على البال ملي سمعت هذا العنوان هي المرقه، وغادي تقول مع راسك موضوع حامض وشبعان لغة الخشب وما عندي ما ندير به اصلا. والصراحه اش نقول لك، عندك الصح، ولكن غادي نبوه فيه باش نعرفوا البالون كيفاش منفوخ. فهمتيني؟ راه الفيديو مزروب، الا دخلتي رجع ولا دير بوز، سير حيد فعل الكروسه تزيد. هاد البلاد السعيده كاين جوج انواع الانتخابات اللي كيصوتوا فيها الشعب كامل، واللي هي الانتخابات البرلمانيه او التشريعيه، والانتخابات الجماعيه والجهويه. انت دابا ما عندنا ما نديرو بك. الانتخابات الجماعيه والجهويه باش نفهموها مزيان خاصنا نعرفوا بعدا كيفاش المغرب مقسم اداريا. حموضه بدات. اساسا المغرب اداريا كيتقسم لثلاث انواع التقسيمات، اللي هما الجهه، العماله ولا الاقليم، والجماعه. الجهه وسط منها العماله ولا الاقليم، والإقليم ولا العمالة وسط منهم جماعة. في المغرب كاينين 12 جهة، بحال قلتي ولايات، بحال الميريكان عندهم الولايات ديالهم، حنا عندنا الجهات. وفي كل جهة كيكونوا أقاليم ولا عمالات. نعطيكم مثال بجهة الدار البيضاء سطات، حيت أنا ولد كازا، سمحوا لي بزاف ناس أخرين، ولكن راه بحال بحال. في جهة الدار البيضاء سطات كاينين جوج عمالات، اللي هما عمالة الدار البيضاء وعمالة المحمدية، وسبعة الأقاليم اللي هما بن سليمان برشي الجديدة من ديولا مواصل سطات ديال النور. وين دوز 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 دوز. ملي كنقولوا عمالات يعني المجال الحضاري مدينة، ملي كنقولوا أقاليم يعني المجال القروي بلاد. واش هذيك عملت عين الشق الحسني وعملت انفا؟ شنو هادوك؟ هادو كيتسموا عملات المقاطعات، وهاد العيبه دارت غير في مدينه كازا حيت فيها بزاف الناس ومدينه كبيره. اش داروا؟ زادوا قسموا عملات الدار البيضاء لعملات صغار اللي كيتسموا عملات مقاطعات، ووسط منهم كاينين مقاطعات اللي هما كنقول لهم حنا الجماعات، اللي كاين فيهم المجلس الجماعي. مثلا ناخذوا عملات مقاطعات عين سبع الحي محمد، فيها ثلاثه المقاطعات اللي هما حنا كنقول لهم جماعات، عين سبع الحي محمد والصخور السوداء. حنا كنتخبوا مجالس هاد المقاطعات. هذيك البلاصه كتمشي تقالي في الوراق ما كتسماش مقاطعه، كتسمى ملحقه اداريه. من الاخر على ما كنصوتوا، حنا كنصوتوا على مجالس الجماعات ومجالس الجهات. كل مجلس كيتكون من مجموعه ديال المقاعد، حنا كنصوتوا على الناس اللي غادي ياخذوا دوك المقاعد. مثلا في مقاطعه الجماعات عين الشق كاين 31 مقعد، كتلقى بزاف الاحزاب مرشحين في ديك الجماعه، وكل حزب حاط لائحه فيها 31 واحد اللي يقدروا يعمروا دوك المقاعد. كيفاش كيعمروا دوك المقاعد؟ بطريقه التصويت. طريقه التصويت هي اقتراع بالتمثيليه النسبيه. صراحه ما كاينش نشرح لكم هاد العيبات، كاين شي حوايج اهم وغادي يطول بينا الفيديو. المهم غادي ندير لكم فيديو قصير فيه غير طريقه التصويت، الا بغيتي تدخل ليه كليك من هنا، ما بغيتيش دوس خليك. من بعد ما كيعمروا دوك المترشحين اللي صوتنا عليهم 31 مقعد، خاصهم بيناتهم ينتخبوا على الرئيس. الحزب اللي كيكون عنده اكثر من 50% يعني اكثر من النص هو اللي كيكون من الرئيس، لانه كيكون عنده اغلبيه المقاعد. ولكن حنا ما يمكنش يكون عندنا شي حزب عنده 50%، عرفتي علاش؟ حيت عندنا 35 حزب في هذه البلاد، دونك صعيب يكون شي حزب عنده اغلبيه في شي جماعه ولا شي جهه. اذا كيلتاجوا للتحالفات، كيتحالفوا الاحزاب بعضياتهم باش يكونوا ديك نسبه اكثر من 50%، باش نديروا بحال شي برلمان صغير، اغلبيه والمعارضه. الناس اللي في الاغلبيه هما اللي كيعينوا داك الرئيس، لانه كيكون عندهم اغلبيه الاصوات، والاخرين كيبقاو في المعارضه، وكيوليو هذوك القرارات اللي كيدير المجلس ديال الجهه ولا مجلس الجماعه كيدوزوا على داك البرلمان الصغير اللي هو مجلس الجماعه ولا مجلس الجهه، وكيتخذ القرار بالتصويت في اي قرار بحال شي برلمان صغير. فهاد اللعيبه ديال التصويت والتحالفات كتنوض الشلاطه ديال التخلويض والعاقه وتحت الطبله وداك الشيء، وهادشي راه معروف عندهم، معروفش غير عندنا. استنى ما جانا نوريكم القوالب كيفاش يقدروا يشفروا البلاد. صبر، هادشي فيما يخص الجماعه والجهه. وبالنسبه للعماله والاقليم، فباختصار الناس اللي كينجحوا في مجالس الجماعات وفي الغرف المهنيه وفي نقابات المستخدمين، منهم كيتعين مجلس العماله، وهداك مجلس العماله منه كيتعين رئيس مجلس العماله. ولكن رئيس مجلس العماله ماشي هو كلشي، لان كاين العامل اللي كيعينو الملك، هو اللي كيجسد السلطه ديال الملك في العماله اولا الاقليم. الغرف المهنيه هي خاصه بالناس الحرفيين، حلاقه، سكالسيه، لعيبات، هذيك بحال شي جماعه صغيره ديالهم كيصوتوا حتى هما على الناس ديالها. نقابات المستخدمين خاصه بالناس المستخدمين، مثلا شوافر ديال الطاكسيات حتى هما كينتخبوا على النقابات ديالهم بحال شي جماعه صغيره، ثم احزاب الى غيره. كاين واحد بلان اخر اللي هو مجلس المدينه، هاد اللعيبه كاينه في ست المدن في المغرب، اللي هي الدار البيضاء وفاس وطنجه ومراكش وسلا ورباط. كيفاش كيتصاوب هذا مجلس المدينه؟ الناس اللي كيربحوا اكثر نسبه ديال التصويت في جماعات هما اللي كيشكلوا مجلس المدينه. مثلا كيكون واحد عدد مقاعد معينه في مجلس المدينه، كل مقاطعه ولا جماعه عندها واحد نسبه مقاعد. مثلا مقاطعه جماعه عين الشق عندها 9 المقاعد في مجلس المدينه ديال الدار البيضاء، 9 الاولين دازوا مقاطعه جماعه عين الشق كياخذوا دوك 9 البلايص، وهكذا وكنجمعوا البلايص كاملين من المدينه كامله. ملي كيتصاوبوا دوك المقاعد كنديروا نفس القضيه، صويت على الرئيس والمعارضه والاغلبيه ونايض الشلاده بحال البرلمان. وهذاك الرئيس ديال المجلس كيتسمى بالعمده، اللي مثلا في كازا هو سجين اللي 12 عام هذه هو عمده. الناس كيبغيو حتى الدرجه. سؤال مهم، شنو هو السلطات ديال الجماعه والعمله والجهه ومجلس المدينه؟ جواب على هذا السؤال معقد شيئا، لان كيتداخل السلطات ما بيناتهم كاملين، ما بين الجماعه والعماله والجهه والمجلس المدينه والدوله كيتداخل السلطات بزاف الحوايج. مثلا الجماعه هي مسؤوله على بزاف الحوايج قرب للمواطن، الاناره العموميه، الشوارع خاصهم يكونوا مقادين، الزناق خاصهم يكونوا مزفتين، الشجير خاصو يكون واحد الشكل معين ديال كل جماعه في البناء، هذا الشيء قوانين خاصهم يحترموهم الناس اللي كيديروا. العماله عندها واحد التنسيق كبر مع الدوله والجماعه وداك الشيء في المشاريع اللي كيطراو في ديك العماله ديالها. الجهه عندها عاوتاني مسؤوليه خاصها دير مشاريع في الجهه ديالها كامله، والجهه كامله تولي مزيانه عندها، يعني خاصها دير مشاريع كبار اللي غادي يهزوا من الجهه كامله. من ناحيه المداخل، الجماعه ما عندهاش بزاف المداخل بحال مجلس المدينه
ولا الجهه ماشي مهم، ولكن المهم علاش الناس كاملين كيتقاتلوا باش ينجحوا. مع العلم ان الترشح في الانتخابات هو عمل تطوع، يعني كاع الا نجحتي ما كتخلصش، ما عندك الصالير، ماشي بحال الانتخابات البرلمانيه على الاقل عندك واحد 3 البركات. او رئيس الجماعه ما كياخذ ريال، المترشحين ما كياخذوا ريال، ولكن علاش كيخسروا بزاف الفلوس في الحمله الانتخابيه؟ ها هنا كاين شي قالب. الان غادي ندوزوا واحد الفقره سميتها كيف تشفر البلاد في 6 ايام وبدون معلم. ترى طرق باش تشفر البلاد كثيره ومتنوعه، من اهمها المناقصات. غالبيه الناس كيعرفوهم بلي زابيل دوفر في القانون ديال البلاد، ما يمكن حتى شي مؤسسه عموميه ما دير شي مشروع في الارض تيدوز من لي زابيل دوفر باش يشوفوا الشركه المناسبه اللي غادي تسرع الخدمه. مثلا شدينا شي عماله اكس بغات دير شي مشروع، مثلا مدرسه ديال المعاقين، العماله كتصاوب دفتر التحملات ديالها، زعما ها كيفاش انا كل مدرسه شحال يقرا فيها من واحد الخ، وهذاك دفتر التحملات كتحطو للعموم كلشي يقرا. هنا كيجيو الشركات صحاب الاختصاص وكيعرضوا على ديك العماله العروض باش يصاوبوا ديك المدرسه. هنا في حاله الطبيعه اش ما خاصو يكون؟ كيشوفوا احسن ملف بثمن مناسب هو اللي يستحق ينجز داك المشروع. حتى هنا مزيان، فين كيكون الخواض في العزله ديال الشركه؟ المسؤول بدل ما يعزل الشركه اللي مزيانه وتسرع البروجي كيشوف الشركه اللي تعطيه هو اكثر باش يعزلها. من تحت الطبله الشركات كيعطيو للمسؤول فلوس، كيقولوا ليه عطاك بورسونتاج من الفلوس ديال المشروع الا عطيتيه لين، وكيعطيو العاقه صحيح. هادشي علاش تلقاو شي مشاريع كبار وخداهم شركات ماشي اكفاء. ما عرفتش علاش انا كندويت فكرت كراطه. المهم الطريقه الثانيه سميتها فراسي بوحدي، وهذه كتعتمد على المعلومه. مثلا انت ملي كتكون مسؤول في شي مجلس المدينه وعارف من موقع المسؤوليه ديالك ان المدينه غادي توسع، يعني شي بلايص فلاحيين حدا المدينه غادي يدخلوا في المجال الحضاري، اش كتمشي دير؟ كتمشي حتى تشري دوك الاراضي الفلاحيه من عند دوك الفلاح بثمن رخيص، وكتسنى حتى يطبق القرار وكيدخلوا دوك الاراضي في المدينه، وكتعاود تبيعهم بثمن غالي للناس اللي كيستثمروا في العقار ولا تبني فيهم انت اصلا ديور. الطريقه الثالثه العصف الرويضه. مثلا انت كنت مسؤول في شي جماعه وجات عندك شي شركه ديال الاسكان وبغاو يديروا شي مجمعات سكنيه تما في ديك الجماعه ديالك، خاصهم يحترموا شي شروط معينه في داك المجمع السكني اللي في غالب الوقت كتعانكش دوك الشركات. مثلا احترام المساحات الخضراء، الا جاو الشركات احترموا المساحات الخضراء اللي كاينين في القانون فغادي يطلعوا لهم برطمات صغار. فاشنو كيديروا باش انت كمسؤول ما ديرش لهم العصافه الرويضه وتطبق القانون؟ تيميزيو ليك من تحت الطبله وكتخليهم يديروا ما بغاو، وكيهلكوا المساحه الخضراء وكيوسعوا البرطمان وانت كتدخل العاقه، وكلشي رابح شركه الاسكان والمسؤول والشعب. هادو غير ثلاثه طرق واضحين ديال كيفاش تقدر تشفر البلاد، وكاينين طرق كثار لان صراحه ما يمكنش نعرفهم. ولكن السؤال علاش ديما في التلفاز ووسائل الاعلام كيقهرونا بخاصك تصوت وخاصك تصوت، والشعر يقول صوتك في الصندوق احسن من مليون الف بوست في فيسبوك؟ ها هاد السؤال عنده جوج اجوبه. الجواب الاول، نسبه المشاركه ديال الشعب في الانتخابات كتعني مدى الرضا ديال هاد الشعب على النظام ديالو، يعني ملي الشعب كيشارك بواحد النسبه كبيره في الانتخابات هذا كيعني ان اجواء سياسيه في البلاد صحيه وما كاينش توتر، ويقدروا المستثمرين اللي على برا يجيو يستثمروا في البلاد لان ما كاينش مشاكل بنادم ترونكي. ولكن في العكس ملي كيقاطعوا الناس الانتخابات هذا كيعني ان بنادم ما راضيش على النظام والجو متوتر في البلاد، فصعيب على الاجانب يجيو يستثمروا في البلاد وصعيب حتى على السياح يجيو الى اخ. هذا مؤشر انترناسيونال. اما علاش خاصنا نصوتوا بزاف؟ داخلي الناس اللي كيطلعوا الموقع المسؤوليه باش يشفروا وهما كثار اشنو كيديروا؟ خاصهم اصوات، وحيتاش الناس عارفينهم شفاره ما كيبغيوش يصوتوا عليهم. كيفاش كيجيبوا الاصوات؟ كيشريوا الاصوات بالفلوس 200 ولا 100 درهم كلشي عارف. فملي كيشريوا الاصوات كيطلعوا بهذوك الاصوات اللي شراو، يقدروا يطلعوا لمجلس الجماعه، ومن مجلس الجماعه يقدروا يكونوا في مجلس العماله، ويقدروا عاوتاني يكونوا في مجلس المدينه وغادي. وكل مره كيشريوا الاصوات، مجلس الجماعه كيشريوا الاصوات ديال التحالفات وغادي وغادي، تيكيشد المسؤوليه، وملي كيشد المسؤوليه تيخرج فلوسه كامله بالشفره. الا صوت بنادم بزاف ولي داك الشفار باش ياخذ اغلبيه خاصو يخشري بزاف الناس، وهاد القضيه كتكون صعيبه لان الناس اللي فاهمين ما كيتشراوش بالفلوس، فكيولي صعيب على داك الشفار يطلع. اذا كيولي كيطلع غير اللي عنده اغلبيه الاصوات ديال بصح، لان اكثر الناس اللي شاركوا فاهمين القصه وفاهمين البارون باش منفوخ. ما دويناش على مجلس المستشارين كيفاش كيتصوب، ما دويناش على ربط المسؤوليه بالمحاسبه، المهم هادشي فكتيه صافي صاحبي. كنشكر كلشي الناس اللي تعاونوا معايا في هاد الحلقه، ما تبخلوش علينا بلي كومونتير ديالكم سواء في يوتيوب سواء في فيسبوك، وبارطاجيو لا فيديو باش تعمل الفائده، ديروا جيم تابوناو فلاشين، انطلقوا يا جلانديزر ودعوا معنا، والسلام عليكم.